بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حاجي عبد اللطيف محامي وقاضي سابق مارس القضاء واحد المدة ديال 25 سنة ومارس المحاماة مدة 15 سنة، يعني أنا 40 سنة أنا كنتعامل مع القانون. أنا أنوب عن ذوي حقوق الهالك سعيد عاشر حول جريمة القتل. تم تقديم المعنيين بالأمر اللي هما ثلاثة نهار السبت الفائت. قدموا المتهم الرئيسي محسن الكميمي وقدموا معاه المشارك ديالو اللي هو الحبيب، وقدموا واحد تيقولوا زكريا كان مع الهالك. النيابة العامة من بعد استنطاق المتهمين دارت واحد المطالبة بإجراء تحقيق ضد المتهمين ثلاثة، يعني محسن والرفيق ديالو، دارت لهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحمل السلاح في ظروف مش أنيعة أن تهدد حياة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح. هذه الضرب والجرح ضد امرأة، هذه خاصة بسميتو محسن. وبالنسبة لزكريا اللي هو كان مع الهالك دارت ليه محاولة القتل العمد. الملف كله يمكن نختصره لك في الفيديو اللي دارت المسمات مريم اللي عاشت الوقائع ديال القضية من بدايتها إلى نهايتها. فحسب محضر الضابطة القضائية كاين واحد المعاينات بالنسبة للهالك، معاينات خطيرة يمكن نسردها عليكم وهي كما يلي. كاين الضرب على مستوى الراس، كاين الضرب على مستوى الوجه، كاين الضرب على مستوى العنق، كاين الضرب على مستوى الأذن اليسرى، كاين الضرب على مستوى اليد اليسرى، يعني الأذن اليسرى اليد اليسرى، كاين بتر جزئي على مستوى المعصم، كاين جرح بالغ وكسر على مستوى المرفق، وفي البطن كاين جروح بالغة 11 سنتيم، وكاين بروز الأمعاء، وكاين على مستوى الرجل اليمنى جرح غائر على مستوى الركبة بالطول كذا، يعني واحد المجموعة الوجه بوحدو تقريبا فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الجروح خطيرة، وكاين كسر في الجمجمة. المتهم الرئيسي كاين اعتراف قضائي بكل سهولة وكل بساطة، اعترف بأنه ما وقع له. لكن الغريب في الأمر واللي هو خطير أنه السيد بين الحياة والموت يترى ساقط، وانت كتستمر في الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، يعني كتستعمل في مختلف أنحاء الجسم. داكشي كيتبتو واحد الفيديو موثق داكشي على مستوى الرجلين على مستوى الوجه على كيعني يمكن به. حسب تصريحات الشاهدة اللي سميتها مريم وفي الفيديو كتقول ملي بدا الضرب والجرح انفارد محسن مع الضحية بجوج. محسن كان مع جوج اخرين، كان مع شواتي ولي يوسف الشباكي وكان مع شواتي ولي مصلوحي الحبيب. كتقول في الفيديو انه يوسف الشباكي كانوا كيتناولوا الخمر، قالت لك يوسف الشباكي ملي بدا الصراع بدا كيشير بالكيلوات، واحد الكيلو جاه على الراس ديالو وما سقطوش الارض ولكن جعلو يفقد التوازن. شكون اللي جعل الهالك يطيح للارض؟ هو جاه الحبيب اللي كان معاهم الثالث، وطعنوا طعنتين غائرتين، وحده على مستوى العنق وحده على مستوى الكتف ديالو، وهذيك هي اللي جعلته يسقط الارض. يسقط الارض دار فيه المتهم ما بغاش يصلوا كيف تيقولوا. احنا طلعنا على محضر الضابطه القضائيه ليست هناك اشاره واحده لانه العارض لانه الهالك راه تعرض للضربه بواسطه الكيلو، ما كايناش. كاين اللي كاين حسب الشاهد انه جوج الناس اللي عرضوا للضرب محسن والرفيق ديالو مصلوحي.
حيث القرص هو وسيلة من وسائل الإثبات. حاليا كنعتمدوا على القرص باش نثبتوا الجريمة، والقرص مثبت تصريحات الشاهدة والشهود، هما وسيلة من وسائل الإثبات المشكلة. كمحامي تقدمنا واحد الطلب أنه هاد الشاهدة مريم يستمعوا لها بخصوص نقطة واحدة، هي الكيلو، شكون اللي كيضرب بالكيلوات، علاش ما ذكرتهاش في محضر الضابطة القضائية؟ انه كاين متهم ثالث، كيف تحول المتهم الثالث الى شاهد؟ كان تاع الشرطه كان تقول لي راه قلتي في الفيديو شي واحد كيضرب بالكيلو وسميتو يوسف كذا، واش هذاك نيت كان كيضرب؟ لا ذكر لي خديت الكيلو في محضر الضابطه القضائيه. كي البعض يقول علاش ما داروش ليه التنكيل بالجثه؟ هذا اولا باش نعرفوا التنكيل بالجثه، ملي كنقولوا التنكيل بالجثه راه ميت ديجا وانت كتنكل بها، وحتى العقوبه ديالها الناس ما تتفهمش القانون، العقوبه ديالها راه ماشي جنايه، راه جنحه، راه كتنص عليها الماده 271 ولا سمحتوا لي نقولها لكم. ها 271 نقدر تشيروا ليها، تقول من لوت جثة، يعني راه ميت ديجا ميت، هذا باقي ما ماتش، أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية والبريئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات. الجنحة، أن الجنحة كتكون العقوبة تحت من 5 سنين، والجناية كتكون العقوبة فوق 5 سنين. هذه جنحة، الناس اللي ما تعرفوش القانون كيقول علاش ما داروش التنكيل بالجثة؟ حنا كمحامون كمحامي ديال ذوي الحق الهالك، انا ما عندي ما ندير بهاد الجنحه هادي، انا كنقلب على جنايه، ولهذا تقدمنا بالطلب، وهذا موثق بالفيديو، تقدمنا بالطلب في اطار الفصل 399 من القانون الجنائي. 399 من القانون الجنائي اش كيقول؟ اولا يعاقب بالاعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب او يرتكب اعمال وحشيه لتنفيذ فعل يعد جنايه. الفعل اللي غادي يعد جنايه وهو جريمه القتل، ولكن راه سبقات قبل ما يموت، راه سبقات اعمال وحشيه وسبقات وسائل التعذيب، وهادشي موثق بالفيديو. هذا هو الفصل اللي خصو يدار لي يتزاد لي في المتابعه، يزيدوا لي إضافة قيام المتهم بوسائل التعذيب وبأعمال وحشية أدت إلى ارتكاب الجناية، هذه هي اللي خصها تضاف، ماشي التنكيل بالجثة، التنكيل راه جنحة، ولكن هذه راه جناية وثابتة بمقتضى واحد سميتو القرص مدمج. هذه تقدمنا ملتمس باش يضيفوها ليه. واحد النقطة أخرى، المتهم الرئيسي داروا لي الضرب والجرح ضد امرأة، وحسب شهادة الشاهدة هذيك المرأة راه ما تعرضتش للضرب والجرح، تعرضت لمحاولة القتل. كتقول الشاهدة بأنه ملي هي من العائلة ديال الضحية، ملي شافته فاقد الوعي كله ملطخ بالدماء تكات عليه عن لقاتو، وجا هو شتف عليها برجليه، والشاهدة كتقول جبد الخنجر اللي كان غادي يدوز عليها، ولولا انه انقضت الشاهدة شيرات عليه بجبانية وخلاتهم يهربوا تبعهم وسدوا عليهم الباب. هذا ماشي ضرب وجرح ضد المرأة، هذا محاولة القتل العمد، عنده القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع المرأة. التحقيق واخد المجرى العادي ديالو، حنا متبعينو. كاين التهم اللي هي ظروف مشددة كيف قلت لكم 399 محاولة القتل خصها تضاف. كاين النقطة الأساسية، شكون اللي ضرب بالكيلو وجعلو يفقد التوازن، كيف تحول من متهم إلى شاهد، هذه خصنا نركزوا عليها ونسمعوا الشاهدة ونواجهوها بالكلام ديالها، وتأكدوا لنا ونطلبوا من الوكيل العام أنه يضيف هذا المتهم يتحول من شاهد كمتهم. هي في الحقيقة جريمة بشعة، ما يعني اهتز لها الوطن ككل، مع السيد فاقد الوعي ديالو كمول تقديم تكضرب وسميتو
سميتو الجريمه غادا الملف غادي ياخذ واحد المجرى ديالو. والعقوبه غالبا غالبا العقوبه حسب التجربه ديالي راه غادي تكون اما الاعدام، ولا عطاوه كاع ظروف التخفيف غادي يحولوها للسجن المؤبد. عندنا مشكل هنا في المغرب كيف كتعرفوا، الاعدام لا ينفذ لا ينفذ، لا مع انه المغرب ما مصادقش على الاتفاقيه الدوليه لالغاء عقوبه الاعدام، راه كيحكم بها ولكن التنفيذ ما كاينش. يعني خلال 40 سنه انا شاهدت جوج تنفيذات ديال عقوبه الاعدام، على ثابت الكوميسير ثابت وعلى متشدق مصطفى الدار البيضاء بجوج، اللي كان كيختطف الاطفال من المدرسه ديالهم وكيذبحهم وكياخذ الديه ديالهم ويديرهم في علام. وهنا تنوجه كلام لداوي الحوائط، دوك الناس اللي تيقولوا حداثيين وتيقولوا علمانيين وتيديروا ندوات وطلبوا الدوله بالغاء عقوبه الاعدام، احنا نشوفوا غير السعوديه علاش ما فيهاش جرائم القتل، لانه اللي تيقتل تيقتلوه، مصر كذلك اللي كيقتل تيقتلوه، بل قمه الحضاره اللي هي امريكا قرا فيها عقوبه الاعدام وتنفذ. هاد الناس هادو اللي تيقولوا يطلبوا بالغاء عقوبه الاعدام، انا تنقول لك كان ولدك هو عاشير زهير ولا بنتك هي عاشير زهير، واش غادي تمشي للمحكمه وتقول لهم انا علماني ضد عقوبه الاعدام ما تحكموش لهذا السيد بالاعدام؟ خص انا كسميتو للحد من هاد جرائم القتل، راه صبح داك الشيء مروع وصبحنا كنشوف الشباب مسلح بالسيوف، راه خص اعاده النظر في القوانين.